مدينة الخميسات باش نحضر هذا المهرجان هذا، وكان لقينا الحضور كثيف، حضور كثيف وموقع رائع ومنظم تنظيما رائعا جدا. كنشكروا الناس المسؤولين اللي قاموا بهذا المهرجان، وكنتمناو لهم النجاح والتوفيق والإعادة كل سنة، لأنه في فائدة ثقافية، في فائدة كثيرة من ناحية الصحية ولا من ناحية رفاهية، مفيدة للمواطن. والله ينصر سيدنا، محتاجين بحال هاد المهرجانات يكونوا كاع في المدن. راه مزيان تكون الأمازيغية، حضور ديال الأمازيغية، لأن الحمد لله الأمازيغية الآن بدات كتنتشر الثقافة ديالها وكتطور وكتنال الإعجاب ديال جميع المواطنين. والله يوفقنا ويوفق جميع الأمازيغ ولا العرب، نحن إخوة، نحن نحتاج إلى مثل هذه الثقافة الرائعة التي تنير العقل. والحمد لله، الحمد لله، وكنشكركم وكنشكروا سيدنا. انا من سكنه افران وجيت للمهرجان، حيت كل عام كيديروا مهرجان وتبارك الله عليهم، كل عام كيجيبوا مغنيين اللي تبارك الله كنشطوا. كان هاد الايام اللي كينظموا الفيستيفال كنفرحوا، كنجيو كنغنيو كنشطوا، زعما النقاوه كل شيء، الناس نقيين مربيين، والامن زعما كيدير خدمته وكيجيبوا مغنيين اللي زعما طوب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.